شكرا فرات. قبل ما ننهي حبينا نشوف شو اللي بيفكروا الشباب عن موضوع ربط حزام الأمان، عشان هيك بعتنا مراسلنا فرات نصار عشان يفحص الموضوع. شكرا بيرلا. طبعا كيف انتم شايفين معنا هنا مجموعه من الشباب والصبايا اللي حصلوا على رخصه السياقه مؤخرا، وهن شافوا شو خطوره السياقه بسرعه فائقه او انه يلتوا خلال السياقه بتلفون او باي شيء ثاني، وهسه راح يشوفوا شو اهميه وضع حزام الامان. عم شخنايا انه شيء او المقنع الانساني هو من اهم الفعاليات الموجوده اليوم في التثقيف المروري، انه بيثبت قديش اهميه حزام الامان، قديش هي بتنقذ حياتنا في حالة اصطدام سيارتين مع بعض أو سيارة مع جسم آخر. والسبب الثاني هي بتعطينا شرح وافي ومفصل شو هاي قوة الاصطدام. عندنا السرعة في المقنع الإنساني بس 4 كيلومتر في الساعة، علي تموتي شو هاي 4 كيلومتر بالساعة؟ مفكرة 100 يا زلمة. كشط بساعد حتى لو فيش حزام كيلو كان رحت. بوجع يا زلمة رعب. هي مع شاط حزام وهيك كيف لو بلا. فرات انت بدك اياهم يفهموا منيح منيح ليش لازم يربطوا حزام الامان بكل الحالات. قصدك على ايوه بالضبط. بس الشغلة بتخوف. الشغلة كتير بتخوف بس ما فيش حل تاني، هي بس هيك رح يفهموا. الفعالية فعالية السيارة المتقلبة، تطلع على السيارة كل واحد بحط حزام الأمان عليه يشوف إن كل شيء تمام. نعمل الفعالية إن شاء الله تكون فعالية ناجحة تنبسطوا منها. يعني الاشي بكى كثير خطر انه تقلب السيارة، فحزام الامان حمانة. بجوز احنا ان شان جينا على ركبتنا وركبتنا انطبشت وبجوز ادى الى فقدان الحياة. صح انه الحزام الامان بكى مهم، بعد هالتجربة بقى زادت اهميته. يعني خوف يعني لو فيش حزام امان كنا بنوقع ابعاد. يعني بساعد حزام الامان لو نحطه، دايما لازم نحطه. أنا معكم بالسيارة بيرلا أنو ستوديو.